اللاعب عماد محسن يحمل لاعبي الصناعة مسؤولية سوء النتائج. شنو؟ نهاية يمكن ثالث مباراة على التوالي، ممكن مباراتين الأولى قدمنا أداء أفضل من هذا الأداء، بصراحة استحقنا الخسارة. لاعبين لازم يعني نعيد حساباتنا، يعني لازم يتحمل، مو كل كادر تدريبي يتحمله صراحة. كادر تدريبي لاعب اللاعبين احنا ما كنا على قدر المسؤولية. قلت لك المفروض انه هاي المباراة نلعبها لنا بنفسنا، بين ارضنا، الفريق يمكن بمستوانا، يعني كان ممكن انه 3 نقاط تكون من جانبنا، لكن مثل ما قلت لك يمكن ما حالفنا الحال. مو عدم انضباط، لازم اللاعبين يشعرون بمسؤولية اكثر. يعني الثلاث ادوار فاتت يعني ماكو عذر، ممكن اول دورين اكو عذر انه جاهزية اللاعبين ما كانت المستوى المطلوب، لكن هاي المباراة الثالثة بارضنا مرتاحينها، كان المفروض انه نكون اجهز من هذا اللي ظهرنا به. لكن احنا مثل ما قلت لك لازم نراجع نفسنا احنا كلاعبين ونقادم افضل ان شاء الله المباراة، تقدم افضل من هذا المستوى.